أهلا بكم من جديد مشاهدين. دون توضيح أسباب القرار، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تعليق استيراد أكثر من 20 مادة لمدة 6 أشهر، من بينها الهواتف، المكسرات، المكيفات، عدادات النقود، السيراميك وأجهزة العلاج الفيزيائي وغيرها الكثير من المواد. صحيح أحمد، كما سمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد التي منع استيرادها بمهلة لا تتجاوز الشهرين، فما هي غايات القرار وكيف يمكن أن يقرأ من ناحية اقتصادية وكيف تفاعل معه السوريون؟ نناقش كل ذلك بعد متابعة هذه القصة. الكاجو، التمور، الجوز، جبنة تشيدر، مكبرات الصوت والمكيفات المنزلية هي عينة من بعض المواد التي قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق إيقاف استيرادها. نحارب الأسعار أو نحارب الاحتكار وارتفاع الأسعار. أيام على تسلم الحكومة الجديدة مهامها، وإذا بها في باكورة قراراتها تمنع استيراد أكثر من 20 سلعة لمدة 6 أشهر، شملت إلى جانب بعض السلع الغذائية مواد كالسيراميك وأجهزة العلاج الفيزيائي والزيوت والشحوم المعدنية للسيارات والآليات والسيارات السياحية والفانات والميكروباصات للقطاع العام ومكعبات الفسيفساء أي الموزاييك، وتطول القائمة. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كانت قد شطبت من دليل استيرادها قرابة 1000 مادة من أصل 4000 منذ نهاية عام 2019، مرجعة السبب إلى توفير القطع الأجنبي وسيطرة على سعر صرف الليرة السورية، في حين تحدث اقتصاديون لموقع تلفزيون سوريا عن أسباب كامنة قد تقف وراء القرار الحالي، في مقدمتها دعم النظام لتجار الحرب التابعين له من خلال توفيرهم للمواد المتوقف استيرادها في الأسواق لكن بأسعار مضاعفة، كما يشير الاقتصاديون إلى أن النظام يبدو يائساً في ضبط تبذير القطع الأجنبي، وهو الأمر الذي يعكس حقيقة الأزمة المالية التي يعيشها، إلا أن إصدار مثل هذا القرار قد يكون إيجابياً عليه من الناحية الاقتصادية لما يتيحه من ضبط استيراد الكماليات على حساب السلع الأساسية. أنا كيف تطحرمني من الكاجو؟ بعيش بلا كل شيء. السوريون تلقفوا ما يحصل بحالة من السخرية عمت منصاتهم الرقمية، فبعضهم قالوا أن جل المواد المحظورة لا سيما الغذائية منها هي بالأساس خارج قدرة المواطن الشرائية، في حين ذهب بعضهم الآخر إلى قراءة أبعاد الإجراء الوزاري وكيف سيؤثر على تحضير مونة المكدوس خلال الفترة المقبلة. لكن ماذا يجول في رأس النظام بالفعل؟ وكيف ستنعكس هذه الإجراءات على خزينته التي بات موردها الأول وبشكل أساسي أموال السوريين وجيوبهم؟ تفاصيل هذا الموضوع نناقشها مع ضيفي في الاستوديو منهل عثمان، وهو باحث اقتصادي. مرحبا بك سيد منهل. أهلا وسهلا. وأيضا سينضم إلينا من باريس منار عبد الرزاق، وهو صحفي. أهلا بك أيضا منار. سأبدأ معك سيد منهل، يعني هناك، سأنقل لك كلام السوريين اليوم بعد تلك القرارات والتصريحات، هناك لبس في ماهية هذا القرار، يعني مواد لا تتشابه، نتكلم عن غذائيات، الكترونيات وما شابه، لمدة 6 أشهر يمنع استيراد، ما وراء هذا القرار؟ ولم تذكر تفاصيل أساسا من قبل حكومة النظام. طبعا هذا ليس القرار الأول بمنع استيراد المواد، طبعا سبق قرار بشهر 3/2021 بتقريبا منع 1000 مادة من أصل 4000 مادة. يعني في باللائحة الجمركية، لائحة الاستيراد، 6000 أو 5000 4000 تقريبا مادة مسموح استيرادها، شطب منها 1000، شطب منها قم. والآن هذا قرار يشابه القرار الماضي، لكنه المواد اللي المنع استيرادها نوعا ما مواد أكثر يعني في احتياج إلى أكثر في السوق، يعني خصوصا مواد البناء مثلا على سبيل المثال الألمنيوم، في عندنا مواد الحديد، الجوالات بالتحديد واكسسوارات الجوالات، هذه كانت ايضا مفاجاه يعني. لانه بصراحه نحن نعرف كثير انه مين مسيطر على قطاع التجزئه بالنسبه للجوالات، يعني الشركات اللي مسموح اللي مسيطره على السوق، يعني هي شركات اصحابها من اهل السلطه يعني او موالين للسلطه، فكان قرار مفاجئ. بالعاده الدول لما تمنع استيراد هي او خلينا نقول تحدد استيراد مواد لمنع او تخفيض العجز التجاري او العجز في الميزان التجاري، الميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات
ما تصدر دول والواردات. الآن المعلن من وزارة الاقتصاد السورية أن قيمة الصادرات السورية حوالي مليار يورو أو دولار، والله مليار يورو تقريبا، ولو أنه ما في إحصائية دقيقة الحقيقة صحيح. يعني وأغلبها طبعا من السلع المواد الأولية، مواد غذائية وكذا للعراق وبعضها للخليج والأردن حاليا في داخل بهالموضوع هذا. وبينما قيمة المستودات 5.4 مليار حاليا بعام 2021 أو ب 2020 يعني، فهناك عجز 75% من الميزان التجاري. الحكومات تلجأ لضبط هذا الموضوع بتشجيع الصادرات ومنع وتخفيض الواردات لضبط العجز في الميزان التجاري لأجل الحفاظ على الكتلة النقدية من القطع الأجنبي في السوق. لكن هذا الشيء لا ينطبق على الاقتصاد السوري، يعني هذا لما يكون في دولة في عندي مؤسسات، إذا كان اقتصاد أصلاً متكامل. متكامل الاقتصاد، المؤسسات تعمل بكافة طاقتها بكافة حيوتها. الآن لا، يعني حقيقة يعني أصلاً مصرف المركزي بالأساس ما عم يمول مستودات، المستودات تمول من السوق، يعني التجار عم يحصلوا على الدولار من السوق ومن ثم يتم عملية تحويل المبالغ عن طريق البنوك اللبنانية سابقاً، لأنه يعني بالأساس البنوك السورية مفروض عليها عقوبات يعني. لكن الآن هلا إيقاف الاستيراد عادة متعارف عليه، وقف استيراد أي مادة يؤدي إلى تضاعف وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه. صحيح. كيف سيتم تغطية ذلك؟ هل فعلا هذه المواد التي تم منعها الآن متوفرة بالسوق بنفس الجودة؟ بناء على تصريح وزارة الاقتصاد أنه حصلوا هذه 60 مادة، أنه عملوا إحصائية في السوق مثلا إكسسوارات الموبايلات على كلامهم، طبعا عم ننقل كلامهم، نحن حافين أنه في 3 أضعاف احتياج السوق من اكسسوارات، وبالتالي تغطي احتياج السوق لن يكون هناك عجز فيها. موضوع المواد الاخرى يعتبروها مواد رفاهيه زي الكاجو والمكسرات وبعض الامور الاخرى. والغريب انه يختار ماده بعينه، مثلا لم يقل الموالح او لم يقل مثلا المواد المعدنيه، ذكر ماده بعينه. هو يجب الحقيقه، هل الى هذه الدقه يعني هو الاقتصاد السوري يتمتع بهذه التفاصيل؟ هو الحقيقه للامانه يجب تحديد الماده، لانه حتى بالبنود الجمركيه بتلاقي حتى مثلا الماده محدده مشان تفسير الموضوع. نعم، اعتبرها مواد رفاهيه، المكيفات فهو معدادات النقود، امور كثيره اعتبرها بس وسائل النقل للقطاع العام جدا، الباصات الميكروباصات للقطاع العام بس، الانابيب المعدنيه للقطاع العام. طيب والمكيفات يعني في بعض الاشياء لا ما انا اشياء من المكملات هو يعني. اعتبرها رفاهيه، هو اعتبرها مش رفاهيه، هذه هي المشكله، ليست اولويه، اعتبر القمح والزيوت والمشتقات النفطيه هي الاولويه حاليا. يعني سوريا بحاجه حسب وزاره الاقتصاد بحاجه ل 400 مليون دولار شهريا قيمه مستودات قمح. سنأتي يعني أنا مفصلة كثير من بين المواد اللي منعت طبعا استيرادها، سأتي عليها تفصيليا. منار أعود وأرحب بك مجددا. يعني تحدث ضيفنا بأن حجة النظام التي يذكرها طبعا دائما هو محاولة السيطرة على سعر صرف الليرة أمام الدولار، من خلال قراءاتك كيف كانت ردود فعل التجار على حجج ربما حكومة النظام على تلك القرارات؟ نعم، تحياتي لك وضيفك وللمشاهدين الكرام. بالتأكيد ردود أفعال التجار والمقربين من الأوساط التجارية في سوريا تؤكد أن هذه القرارات هي تتماهى مع مزاجية النظام، وتتماهى أيضا مع الدفع بفتح أسواق ومحال تصنيع جديدة لأمراء الحرب، وبالتالي رفع وإنعاش هؤلاء الأمراء الجدد في الاقتصاد السوري. كل التعليقات والتعقيبات التي جاءت على هذا القرار من قبل حتى العاملين في الشأن الصناعي والشأن التجاري تؤكد بأن النظام هو يمنح مزايا تفضيلية للمقربين منه، وهذه المزايا بدأت منذ تخفيض نظام مدة الاستيراد وإجازة الاستيراد للتاجر من 6 أشهر إلى 3 أشهر، وبالتالي التاجر لا يمكن له أن يحصل على التخليص الجمركي، وبالتالي إن لم يكن ذو معرفة بالأوساط السلطوية في البلاد، وبالتالي هذه القرارات هي دائما ما تخدم أمراء الحرب والمقربين من النظام لزيادة نفوذهم التجاري، وبالتالي انعكاس هذا النفوذ التجاري على زيادة العوائد الاقتصادية والتجارية للنظام والمقربين.
طب بهذه النقطة يعني وعدت قبل أن أعود إليك منار، بهذه النقطة دعم تجار الحرب التابعين له وخاصة من يملكون ربما تجارة تلك المواد التي منع تصديرها، مثل ما ذكر موضوع الشحوم والزيوت الأولية، وذكرت أيضا موضوع الجوالات أن هناك قطاع خاص يمتلك أو يسيطر على تلك القطاع في الداخل، ما تعليقك على ذلك الموضوع؟ طبعا. ولكن هناك أيضا مواد أخرى لا يوجد لها يعني صناعة محلية داخل سوريا أو داعمين حتى لها. صحيح. أنا ذكرت المعلن من وزارة الاقتصاد الهدف منه أنه الحفاظ على القطاع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، لكن هذا الشيء على أرض الواقع لن يكون. راح يكون كالتالي، أولا خلال هذه الشهرين هم عطوا فترة سماح شهرين للتخليص الجمركي، وبالتالي هناك حكما أنا أجزم بدون ما يكون عندي أن هناك تجار خزنوا هذه المواد والآن سيقوموا بإثراء، سيثرون على يحققوا ثروات كبيرة على هذا. بالإضافة الاحتكار، راح يكون في احتكار أيضا. بالإضافة هناك طرق التهريب، يعني بالثمانينات كانت في هناك أزمة المواد البناء وأزمة الحديد، أشخاص وقطاعات كبيرة أثرت أصبحت مليونيرية يعني، و أصابات كثيرة عن طريق لبنان وغيره، وأيضا كانت تدخل المواد الممنوع استيرادها في الثمانينات تقريبا أو بال85 أو 91، مجمل المواد جل المواد ممنوع استيرادها. فكانت هناك عصابات محددة من موالية للسلطة هي التي تقوم بتهريب المواد من لبنان وغيره وأثرت على، وهذا الشيء معنى ما تقوله معناها بما معناه أن هذا القانون سيفيد القطاع الخاص بالمقربين من النظام، وليس هذا القانون ليخدم قطاع العام او البعض. خلينا نقول اقتصاد الظل. بالضبط. اقتصاد الظل نعم. يعني هو قانون لمصلحه من هو مقرب من النظام. طبعاً طبعاً. لخدمه مصالح أكيد. التجار القريبين من النظام. اكيد القانون بالمعلن هو مثل ما تكلمنا، لكن هو بالارض الواقع والكل حتى بالداخل سوري يعرفوا هذا الشيء، انه راح يكون هناك فئات معينه ستستفيد من هذا القانون وقوانين اي قانون صدر، ايضا راح يكون هناك قطاعات معينه مواليه للنظام او عصابات خلينا نسميها شو ما بدكم، هم حتى يسمونهم دواعش الداخل او غير او دواعش الاقتصاد، راح يكونوا يستفيدوا استفاده كبيره ويثروا على حساب. صار لنا 8 سنوات على الحاله يعني، اثروا هناك مليارديريه طلعوا من لا شيء. نعم صحيح. تجار الازمات. تجار الازمات. منار عبد الرزاق، يعني فتره ال6 شهور هذه هل تعتبر ربما كافيه بالنسبه لقانون مثل هذا القانون؟ يعني يخضع للكثير من الامور الجمركيه ويخضع للكثير من المدد الزمنيه الخاصه بالشحن والتفريغ وما الى ذلك. أعتقد أن الوزارة حينما أصدرت هذا القرار هي تعرف تماماً بأنها قادرة على تمديده إن لم يكن لهذا القرار القدرة على الإفاء بالهدف بالأهداف المعلنة لتطبيقه. يعني وزارة الاقتصاد كما ذكر الأستاذ والخبير الاقتصادي في الاستوديو بأن وزارة الاقتصاد أعلنت بأن هذا القرار هو جاء من أصل توطين الصناعات المحلية ومن أجل توطين المستوردات، وبالتالي إتاحة المجال للقطاع الخاص والقطاع المحلي لإنتاج هذه البدائل المستوردات، وبالتالي هذا أيضا يعارض أو يعني لا يتماهى مع خطاب رأس النظام قبل أيام الذي تساءل عدد من الأسئلة اللامتناهية حول الجدوى من الدعم وحول الجدوى من دعم قطاعات على حساب قطاعات أخرى دون أن يعطي أي حلول أو أمل للمواطنين السوريين. تقصد أنها خطوات غير مدروسة وجديدة من الحكومة الجديدة التي أعلنت قبل فترة، وخاصة في بلد لا يمتلك أي مقومات للإنتاج. يعني اليوم بالتحديد إغلاق أكثر من 8 معامل للبوظة على سبيل المثال بسبب شح الكهرباء، وهي معامل ضخمة في سوريا. وبالتالي إن كنا نبحث عن توطين المستوردات وإحلال الصناعة البديلة فلا بد أن يكون هناك مقومات للاقتصاد. يعني غرفة صناعة حلب وهي تعتبر من أهم غرف الصناعة في سوريا منذ العام 2015 وحتى الآن تنادي بتخصيص المشتقات النفطية للمعامل في حلب، تنادي بتخصيص الكهرباء لهذا ودعم هذا القطاع بالكهرباء، لكن حتى الآن هناك رسائل استهجان وهناك اتهامات للحكومة بين قوسين بتعطيل تنمية القطاع الاقتصادي في حلب، وبالتالي هذه القرارات بالفعل لا تنعكس ولا تتماهى مع الواقع الموجود والواقع الغير قادر على توفير أي صناعات محلية قادرة عن تعويض المستوردات.
نعم، ولكن لابد يعني من تلك القرارات أن يكون هناك فائدة للنظام. ذكر نقطة أنه ممكن أنه بعض الاستيرادات ممكن أنه تعيق ربما القطاع العام، مثل موضوع استيراد الباصات والسيارات وإجبار على التعاقد مع القطاع الخاص، وهذا نوع من إجبار المؤسسة ربما العامة نحو موضوع الخصخصة. اقتصاديا كيف يمكن للنظام أن يستفاد من هذا الموضوع؟ طبعا احنا نقصد النظام، النظام ليس الدولة، عشان نفرق بين الدولة، الدولة والنظام، يعني النظام خلينا نقول الثلة الحاكمة هذه العصابة يعني. أو للحكومة اللي تعمل، لا النظام خلينا نقول اللي تعمل لمصالحها لبقائها، ليس اللي تعمل لمصلحة الحكومة، المفروض أن تعمل لمصلحة الشعب. هذا شيء مفروم. النظام إذا يتصرف بشكل عصاباتي طبعا يعتبر الموضوع مزرعة، ويستفيد قدر الإمكان هو وأزلامه والدائرة المقربة من أي قرار، أصلا هو ما بيحط القرار إلا يكون فيه له تبعيات، يعني أنا راح أنزل قرار يستشير رجال الأعمال والأشخاص المقربين والواجهات الاقتصادية للنظام، إنه أنا راح أطالع هذا القرار، وبالتالي شو راح نستفيد منه نحن؟ يخزنوا مواد غذائية مثلا، شخص بيفتح مثلا على سبيل المثال ممكن مثلا موضوع الطاقة الشمسية أيضا تدخل بموضوع استيراد الطاقة، ما منع استيراد الطاقة الشمسية بهذه الحالة؟ أكيد هناك شركات تعمل في شركات قد تكون تنشأ لتغطية مثلا عقود نقل مع قطاع العام أو التعليم أو غيره، فهو بالأساس أي قرار اقتصادي يوضع بالنهاية ليس لمصلحة الشعب، هو لمصلحة النظام أو خلينا نقول الثلة الحاكمة والدائرة المقرب له. أما كفوائد اقتصادية هو هم عم يعلنوا أنه في فوائد اقتصادية، لكن على أرض الواقع غير قابلة للتطبيق. كيف سيكون هناك فوائد اقتصادية وأساساً أساس الصناعة غير موجود؟ يعني صحيح. المواد الأساسية للصناعة، عم نحكي عن الكهرباء، عن الماء، عن المواد الخام، غير متوفرة. يعني إذا تغطية هذه المواد غير متوفرة. صحيح. في عندنا شيء اسمه السبلاي تشين أو سلسلة التوريد والإمداد. اللي هي تبدأ لما بدي أصنع، أنا ما أصنع عندي بس فقط مواد أولية، عندي مواد أولية، عندي قطع غيار، عندي محوقات يجب أن تتوفر، عندي طرق نقل، عندي موانع، عندي مرافق غير متوفرة أو تقريبا شبه معطلة. يعني هلا إذا كهرباء ما في، مواد مشتقات نفطية ما في، هلا بتطلب من التاجر او الصناعي انه يصنع مواد، انا راح امنع لك التصدير وصنع بلا. طيب منين بده يجيب مواد اولية مشتقات نفطية منين؟ غير طبعا الجانب الامني، الجانب الامني والفساد الكبير والمستشري في كل مناطق سيطرة النظام طبعا. فهذا الموضوع حكما لن يكون له اي اثر اقتصادي ايجابي الا على جيوب المتنفعين والمقربين من النظام. نعم. طب منار، أيضا كان هناك من المستهجن موضوع التمر، يعني هناك من استغربوا منع استيراد التمر كون النقد الأجنبي أساسا مستهلك للاستيراد هو منخفض يعني نسبيا. هل لديك معلومات؟ من ضمن التساؤلات طبعا التي طرحت على عدة مواقع بعد صدور ذلك القرار. لا بكل تأكيد للأسف الشديد الناس حتى صارت تحصل على البسكوت في سوريا للأسف الشديد، وبالتالي يعني استيراد التمر كان بيدخل في الصناعات الغذائيه وخاصه صناعات المنتجات الغذائيه التي غالبا ما تكون حلوى للاطفال او تباع في المحال، وحتى هذه السلع للاسف الشديد اصبحت من باب الرفاهيه لدى نظام الاسد، وبالتالي عدم السماح باستيراد، قد يكون لدى النظام او تجار النظام مخزون زائد من هذه الماده، وبالتالي هذا القرار لم يكن قرارا أبدية، بمعنى أن القرار هو جاء لمدة 6 أشهر، وبالتالي قد يكون لدى بعض التجار المحسوبين على النظام لديهم مخزون كبير من هذه المادة قادرة على تمويل المصانع التي تعنى بإنتاج المنتجات الغذائية وكذلك حتى الكاجو وغير ذلك. يعني بالتأكيد النظام غالبا كما ذكر سيد محمد في الاستديو بأن النظام دائما ما يجمع التجار ويقوم باستشارتهم قبل إصدار هذه القرارات، وكلنا يعلم يعني منذ إعطاء شركات الاتصالات في عام 2000 لإيران مخلوف، فكان تبرير الاتصال الأسد بالحق بأنه الدولة عاجزة عن تمويل الاتصالات الموبايل اللاسلكية، وبالتالي هي لجأت للقطاع الخاص، والآن حتى التمويل واستيراد كما ذكر قرار استيراد الباصات والميكروباصات جعلها حصرا على القطاع الخاص عوضا عن العام، وبالتالي هو يبرر بانه ربما يحاول الالتفاف على العقوبات الاقتصاديه التي تفرضها الولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي، وبالتالي هو يلجا للقطاع الخاص كما لجا في قطاع المحروقات. طيب استاذ منهل، كيف هو دائما يحاول؟ نعم بدي اعتذر منك منار، راح ارجع لاستاذ منهل. استاذ منهل، كيف سيؤثر ذلك على سعر الليره حاليا مبدئيا؟
هلا هو المفروض انه يؤثر ايجابا، المفروض انه لانه المفروض انه القطع الاجنبي يخفف خروج القطع الاجنبي اذا كانت الليره باحسن حالات، اذا كانت الليره باحسن حالات واذا كان هناك ادوات فنيه وتقنيه للحفاظ على الليره السوريه. الحقيقه الليره السوريه مستقره خلال صار لها شهرين، طبعا هي بالاساس منهاره لكن مستقره في حاله الانهيار يعني. لاسباب كثيره، صار في حوالات اللي مرت علينا، عيد صغير والعيد كبير ورمضان، وفي الصيف بينزلوا شوي مغتربين من الخليج بالتحديد، فضخوا كتله نقديه بالقطع الاجنبي فساهم باستقرار، بالاضافه للقرار المصرف المركزي الاخير اللي هو برفع سعر الصرف المعلن يعني. فالمفروض انه لو منعت بشكل حقيقي يعني، لو فعلا تم المنع المفروض انه يؤثر ايجابا، المفروض يؤثر ايجابا، لكن عمليا الليره السوريه ما في لها داعي يعني، هذا الموضوع ما حيدعم بأسوأ حالاته، بأسوأ حالاته وهي بانهيار يعني، في سلسله من الانهيارات يعني، لكنه ما اتصور يؤثر. طيب بعد ستة شهور هذه ماذا سيحدث؟ إذا ظلت الليرة السوري بهذا الشكل يعني؟ لا بشكل عام يعني، من القانون هو ستة شهور، هو هذا يدعو للاستغراب يعني، ليش ستة شهور يعني؟ فترة جدا قصيرة يعني، المفروض حتى أشعار آخر يعني، هيك المفروض يكون يعني، حتى أشعار آخر وعلى الأقل دواء اقتصادية كاملة سنة يعني. صحيح. ستة شهور إلى الآن أنا واحد من الناس ما أعرف ليش ستة شهور يعني فعلا حتى صحيح تحديد تلك المدة كان جدا يعني غريب، حتى وزارة التجارة دمشق اعترض يعني بالنظام وبالدمشق يعني، إنه ليش ستة شهور ليش ما يعني، قلت لك هو مطبوخ لصالح فئة معينة لا تثمر منه هذا الموضوع. راح أشرك منار معنا. منار برأيك لماذا ستة شهور؟ كما ذكرت محمد، بالحقيقة الست شهور دائما النظام عندما يضع مدة محددة يكون هناك فئة مستفيدة من هذا القرار، كما كان في السابق من يعلم بداية إلزام أو تغيير اللباس المدرسي على منذ عام 2006 تقريبا، كان القرار لصالح تاجر معين مقرب من السلطة، تم تغيير اللون اللباس المدرسي كله كما لاستفادة هذا التاجر، وبالتالي اليوم تحديد هذه المواد وضبطها فقط بستة أشهر هو من أجل إسراء أمراء ومقربين من النظام، هم يحتكرون هذه المنتجات يعني، مثل القاطرجي عنده شركة للبتروكيماويات وبالتالي عنده زيوت وشحوم معدات النفطية للسيارات، البعض الآخر عنده مثل الدبس عنده صناعات غذائية وما إلى هنالك، وبالتالي هذا القرار هو لكي يستفاد المقربين من الدائرة الضيقة للنظام. يعني منجرب ومنشوف للأسف عدة قرارات يعني نسمع بها اليوم لتحسين موضوع سعر صرف الليرة السورية، ولكن كما هو في انهيار يعني مستمر، ما في أدوات حقيقية قادرة على ضبط سعر صرف الليرة يعني، يستقر لمدة شهرين ثلاثة أو حسب قيمة التحويلات اللي واردة من المغتربين لأهاليهم أو ذويهم، موضوع البدل العسكرية أحيانا، بدل الجيش أحيانا، نفس التجار يكون في عمليات مضاربة تخف بإعازة من النظام، لكن عمليا داعم حقيقي للليرة السورية ما في يعني، ما عندك احتياطي نقدي في المصرف المركزي قادر على استخدام المصرف المركزي لتثبيت سعر صرف الليرة، ما في عندنا قطاع انتاجي، ما في عندنا تصدير بشكل كبير يعني، شو مليار دولار هذا المعلن عنه، فبالتالي الليرة السورية في انهيار طبعا، لكن تثبت شهرين ثلاثة تنزل شوي تطلع شوي، لكن اذا نقرا الجانب التحليل الفني للليرة السورية في انهيار تقريبا من عام 2014 يعني. حتى نسبة المواد التي يتم حذفها من دليل الاستيراد هي رقم كبير يعني، 1000 مادة من اصل 4000 هذا رقم كبير، ويعني انهيار الحكومة اقتصاديا وللليرة طبعا اكيد يعني، هي قرارات متخبطة استاذ الكريم. لكن السؤال اللي بدي يعني نساله يعني، لماذا لم تتخذ هذه القرارات من بداية الثورة يعني، لماذا لم يتخذ قرارات مثلا، هو عم يدعي انه حارب على الارهاب وحارب ضد 2013 خلينا نقول، لماذا لم يمنع استيراد المواد الرفاهية؟ كانت السيارات الهامر والايفونات بأحدث الموديلات وكل وسائل الرفاهية الموجودة في المجتمع الغربي تدخل إلى سوريا وبالقطع الأجنبي، إلى أن استهلك 18 مليار دولار كان رصيد المصرف المركزي. أنا هذا يعني هذا السؤال أو هذا الكلام أوجهه للموالين بالداخل اللي يتذرع أن هناك عقوبات، ليست عقوبات، هناك 18 مليار دولار كانت رصيد المصرف المركزي تم سرقتها بشكل منظم من قبل النظام عن طريق ضخ كتلة نقدية سورية عن طريق المصارف لموالين له، وثم شراء الدولار من السوق بحجة استيراد، ومن ثم سرقة استنفاذ. نعم لم تقف الموضوع على موضوع الاستيراد فقط، هناك ربما أشياء جدا غريبة تدخل إلى سوريا ولا نعرف كيف تدخل، موضوع السيارات، الحيوانات العجيبة التي نراها، الأفراح يعني، حتى البذخ، موضوع الأفراح يعني، موضوع حتى الكمامة اللي استخدمها في الزمان بشار الأسد وهي جدا متطورة يعني، قصص لا يمكن أن تشاهدها في سوريا أو تستغرب أنك تشاهدها اليوم في سوريا. هناك طبقة تتمتع ببذخ شديد. ما يكون عندما تتحدث عن الاستيراد والتصدير يعني،
يجب أن يكون على الأقل لديك حدود مضبوطة بشكل كامل تمنع أي أساليب تهريب وغير ذلك. مشاهدينا بدي أتشكر أستاذ منهل عثمان الباحث الاقتصادي كان معنا، وأيضا بدي أتشكر منار عبد الرزاق الصحفي من باريس.